السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في لقائنا الثالث في Software Project Management. يلا ندخل الشابتر الثالث. خليني أعمل شير للسكرين. الشابتر الثالث. قبل ما نبدأ الشابتر الثالث حاب أسألكم سؤال. لما تبدأوا أي ولا أي واحد فينا بده يبدأ شغل، بده يروح يستلم شغل، مش لازم نعرف شو اللي لازم نعمله بالشغل، شو الشغل اللي مطلوب منا إحنا نسويه، مش لازم نعرف متى راح أبدأ ومتى راح أنتهي كل يوم، ممكن حتى بالأسبوع أو في بعض الشغل بالشهر بالأسبوعين، أيا كان الجدول اللي أنا بدي أمشي عليه، مش لازم اعرف كم راح اخذ في ساعتي او يومي بالنسبه للشغل. فهاي كلها لاحظوا بس علشان بدي ابدا شغل. فهاي الفكره من هذا الشابتر. The Project Management Process، الشابتر الثالث بيحكي لنا عن شو لازم اعمل قبل ما ابدا بالتخطيط وبالimplementation. زي ما حكينا المحاضرة أو الفصل اللي فات، المحاضرة اللي فاتت في عندي التخطيط لمشروع، بعدين في عندي التطبيق لهذا المشروع. قبل ما أخطط لهذا المشروع شو لازم أعمل؟ The framework of software projects. كل project must have must understand. في كل project أنت كبروجكت مانجر must understand the customer أو الأورجنايزيشن. لازم تفهم كيف هاي المؤسسة، كيف الجامعة اللي تشتغل لها المشروع، كيف شو هالكاستمر اللي بيتعمل المشروع. لازم تفهم كيف بيشتغل، بمعنى حتى مش بس كيف بيشتغل، كيف الهيكلية المنظمة وهيكلية الشركة كيف تشتغل وكيف تعمل، عشان تعرف مع مين انت بتتعامل. ممكن علشان مشروعك يمشي لازم تعرف كيف تتعامل مع الاشخاص اللي لهم زي ما يحكوها الموافقه الاخيره او القول الاخير بهذا المشروع. هذا بدنا اياه، بدنا اياه او كذا. فلازم تعرف انت مع مين انت بتتعامل ككاستمر. اوكي، انت كبروجكت مانجر مع مين بتتعامل ككاستمر؟ ما شو نوعيه الكاستمر بهاي الحاله؟ ولما اعرف شو نوعيه هالكاستمر بدي اعرف انا كيف بدي اشتغل وكيف التفاصيل اللي راح اشتغل عليها. فعندنا شيء اسمه بروجكت ورك بريك داون ستراكشر، WBS، بريك داون ستراكشر. هذا البريك داون ستراكشر انا بوريه للكاستمر، بحيث اني او طبعا بكتبه لنفسي، بوريه للكاستمر بحيث انه شو اللي بدي اعمله اول شيء، وهي الطريقه اللي بيمشي فيها المشروع. فاول شيء انيشيشن. انيشيشن شو هي؟ انيشيشن ايدنتيفاي كي ستيك هولدرز، بدي اعرف مين الممول، بدي اعرف مين الكاستمر. هاي البدايه. Prepare project charter. لازم أعمل project charter. رح ندخل بتفصيلها شو هي project charter. لازم أعمل kick off meeting. هذا قبل ما أبدأ تخطيط للمشروع، للسوفتوير اللي أنا بدي أعمله. بعدين هون لاحظوا planning. بعدين ببدأ أعمل تخطيط، ببدأ أشتغل فخطط وأعمل gathering للinformation، للداتا، للمعلومات. وبعدين بعمل اكسكيوشن، ببدا اطبق في المشروع، ببدا اطبق في البرنامج. بعدين مانيتورينج كنترولينج، بشوف كيف بيمشي المشروع، كيف الامور المشروع ماشيه، كيف الشغل على المشروع على ارض الواقع بعد ما اسلمه. بعدين بالنهايه باخذ توقيع انه خلص استلموه وراضيين فيه وانتهى المشروع بالنسبه لي بهذا التوقيع، بهذا المرحله كلوزنج. فلاحظوا في عندي شيء اسمه initiation phase. هذا initiation phase سموها المرحلة الانيشيشن اللي هي ما قبل التخطيط. هاي ما قبل التخطيط بدها شغل برضو، بدها شغل. اوكي، فهاي من واحد لخمسة هي عبارة عن مراحل، عبارة عن phases انا راح امشي فيها من خلال المشروع. فحاليا راح نركز على الانيشيشن، ما قبل التخطيط. ما قبل التخطيط بدي أفهم شو لازم أعمل من الكاستمر اللي عندي، شو طبيعي النظام اللي بدي أعمله، شو هو النظام. وإذا بدي أرجع لكم على النقطة الرئيسية، الـ Triple Constraints اللي بالبداية حكينا عنهم،
السكوب والتايم والكاست، هدول الشغلات لازم اعرفهم بالانيشيشن فيز، بالانيشيشن اللي هو قبل ما ابدا اجمع المعلومات. فقبل ما اجمع المعلومات شو لازم اعمل؟ لازم اعمل شيء اسمه بروجكت تشارتر. شو بروجكت تشارتر؟ هو عباره عن دوكيمنت زي ما انتم شايفينها هون بالصوره، عباره عن دوكيمنت. هاي الدوكيمنت فيها المشروع نفسه، البروجكت تايتل، اسم المشروع، متى ببدا ومتى بنتهي، فيها السكجول مايل ستونز، متى راح اسلم الجزء الاول والثاني والثالث، فالمراحل المايل ستونز اللي هي الانجازات، المراحل اللي انا راح اخلصها او الشغلات اللي راح اخلصها بوقت معين. في عندي هون مثلا على هذا المثال لازم اخلص 4 شغلات بتوقيت مختلفه، فهاي متى راح اخلصها، فكي سكجول مايل ستونز بتكون مكتوبه. البادجت كم راح يكلف المشروع بكون كاتبه، بيكون مكتوب هون، بيكون معروف مين البروجكت مانجر، شايف مين البروجكت مانجر يا شباب. بعدين بكون معروف شو البروجكت اوبجكتيف، شو انا بدي احقق. عندي هون ابجريد هاردوير اند سوفت وير فور اول امبلويز كذا كذا، فشو اللي بدي احققه من هذا المشروع؟ ممكن يكون برنامج تسجيل الطلاب في الجامعه، يعني هذا يعتبر مشروع. شو هي السكسس كرايتيريا؟ شو لازم برضو نوعا ما شو اللي انفذه بطريقه تكون طريقه سليمه بانهم يحصلوا على اللي بدهم اياه. عندي على العموم من احد الشغلات الرئيسيه تحت كمان هي هون رولز اند ريسبونسبيلتيز. عندي مع مين انا احكي بالنسبه للاورجنايزيشن اللي بتعامل معها او الكاستمر. اي نعم، لو اورجنايزيشن راح يكون فيها اسماء كثير، لو عباره عن شخص واحد بس راح يكون فيها اسم واحد طبيعي. فهون والتر شميد مثلا هو السي اي او تبع الشركه اللي انا بدي اشتغلها اللي هو بروجكت سبونسر. اوكي، في عندي كمان سي اي او اللي هي تشيف انفورميشن اوفيسر، انا شغال معه، انا لازم اتعامل معه هذا الشخص. مين البروجكت مانجر؟ هيو البروجكت مانجر، البروجكت مانجر اسمه هون واسمه طبعا فوق، هي بروجكت مانجر كيم نيوين، وعندي هون بروجكت مانجر كيم نيوين. المهم هدول اللي تحت الجدول اللي تحت اسماء كل من راح يشتغل بالسيستم، كل من راح يشتغل بالسيستم، اللي هو مش كل بمعنى انه كل موظف بده يشتغل، لا، احنا هون كل الناس الرئيسيه الاساسيه اللي بيتعاملوا مع بعض وبيجتمعوا مع بعض واللي بيشتغلوا مع بعض لانشاء هذا السيستم. طبعا اللي اقل من البروجكت مانجمنت اللي هو المبرمجين وكذا ما في داعي احطهم هون، هذيك هي الموظفين بالنسبة للشركة المنظمة، الشركة المطبقة للمشروع، هاي شغلة ثانية. ولكن هون بنحكي عن الكي بيرسونز اللي مسؤولين عن المشروع. بالنهاية كلهم بوقعوا، كلهم بوقعوا. هاي لما تنكتب وتتوقع، لاحظوا this document formally recognizes the existence of a project and provides directions on the project objective and management. هاي راح تكون بمثابة وقعنا هون، اتفقنا على كل شيء وقعنا عليه، هون هلا ببلش المشروع. بعد التوقيع على هاي الورقة اللي اسمها تشارتر ببلش المشروع. ما زلنا في مرحلة ما قبل التخطيط. هلا ببلش المشروع. بعد ما هاي كلها تنكتب ومعلوماتها تكون واضحة للكل والكل يوقع عليها بالكونكشنز، بكل الكونكشنز اللي هي كيف نتواصل مع بعض، ندخل على ما يسمى بالكيك اوف ميتنج. هاي قبل كل اجتماع، طبعا هسه بالايميلات بس اول واحد مهم انها تكون عباره عن دوكيمنت، كيك اوف ميتنج اللي هي اول اجتماع نجتمع فيه لمناقشه المشروع. introduction of attendees, review of project background, شو الباك جراوند. فكل هاي الاجنده ايا كانت الاجنده اللي بتنعمل عشان يعرفوا اللي بيجتمعوا مع مين، شو بدهم يعملوا. بس طبعا عندنا هون date and time of next meeting، الاجتماع اللي بعده شو هو. هذا الجدول اللي تحت action item assigned to due date. لما نجتمع نبدأ أول اجتماعنا بنبدأ نفصل مين المسؤول عن إيش، مين المسؤول عن ال requirements، مين المسؤول عن ال program كذا كذا، مين المسؤول عن كذا. فهاي كلها لازم تكون موجودة مكتوبة تحت هذا الجدول اللي تحت. ف project kickoff meeting a meeting held at the beginning of the project so that stakeholders اللي هم الممولين أو كل الأشخاص عفوا
من ضمنها الممولين، كل الاشخاص اللي بيشتغلوا في المشروع بنسميهم ستيك هولدرز. So الستيك هولدرز can meet each other، نحن نشوف بعض ونعرف مع مين نشتغل، review the goals، نتأكد من الأهداف تبع المشروع، and discuss future plans، ولازم نحكي عن كيف راح نمشي بهذا المشروع وشو راح نعمل بالضبط. الكيك اوف ميتنج اول اجتماع مهم جدا جدا جدا، لانه فعلا عباره عن القاعده اللي بده يقوم عليها المفهوم كيف المشروع راح يمشي. اوكي، فكل الستيك هولدرز اللي هم كل اللي راح يشتغلوا في المشروع بكونوا موجودين في هاي. طبعا لما نحكي عن برضو اللي بيشتغلوا في المشروع اللي هم اللي عندهم الداتا، اللي عندهم القرار، اللي عندهم البروجكت، زي البروجكت مانجر، زي CIO اللي هو تشيف انفورميشن اوفيسر. المهم كل هدول راح يجتمعوا مع بعض بحيث انه يعرفوا كيف المشروع راح يمشي، بداية في كيك اوف ميتنج. وخليني ارجع هون شوي. هاي الانيشيشن بلاننج اكسكيوشن مونيتورنج كنترولنج كلوزنج، هاي الدوكيمنت، اي نعم، هاي ممكن تنعطى كرف دوكيمنت برضو للكاستمر، انه انا راح هاي الطريقه اللي راح امشي فيها وهيك راح اعمل. ف بوقع التشارتر باني ابلش المشروع، بجتمع وبحدد شو مين اللي راح يعمل الشغلات الفرعيه الموجوده بالمشروع، يعني زي ما حكينا اذا نظام تسجيل للطلاب في الجامعة، مين بدأ يبدأ يجمع البيانات، مين راح يبدأ الكودينج، مين المسؤول عن المشروع. كل هاي الأمور لازم تنكتب في الكيك أوف ميتينج، اللي هو طبعا المجتمعين راح يكونوا موجودين في الكيك أوف ميتينج. بعد هيك لازم أسلم قبل ما أبلش المشروع، لاحظوا قبل ما أبدأ عملية التخطيط اللي هي البلان، لازم أسلم البروجكت تايم لاين، وهذا لتلاحظوا بيكون مكتوب في اول دوكيمنت. ترجع لكم شوي شوي سلايدات، بيكون موجود في اول دوكيمنت اللي هي بروجكت ستارت ديت، بروجكت فينيش ديت. فهون هذا التايم لاين بيكون موجود هون، هذا لانه هذا التايم لاين الجدول عباره عن شو بدي اعمل في كل مرحله من مراحل المشروع وكم الوقت اللي راح ياخذ. هاي الشغلات اللي بتعملها. الشغلات الرئيسية اللي هي بالأسود العريض هذا بسموها phases، اللي هي المراحل، ومن ضمن هاي المرحلة في عندي activities أو في عندي شغلات أعملها، هاي اللي هي الرمادية، هاي اللي هي الactivities اللي بعملها. في عندي phases وعندي activities جوا الphases، وعندي هون شغلة رئيسية بتنعمل بعد شوي نحكي عن شو بنسميها هاي، انه هاي الاسهم الموجوده عندي هون هاي بتعبر عن ما يسمى بالديبندنسيز. ديبندنسيز اللي هي الاعتماديه، يعني مثلا هذا الاخير، هذا الاكتيفيتي الاخيره هون تعتمد السهم جاي من هون لتحت، معناها هاي الاخيره بتعتمد على اللي فوق، وهاي اللي فوق بتعتمد على هاي، وهاي بتعتمد على هاي، وهاي بتعتمد على هاي، وهاي بتعتمد على هاي وهاي، او ممكن يعني. فهدول الاسهم عباره عن اعتماديه، يعني هاي بتعتمد على اللي قبلها، برجع على السهم عايش بتعتمد. اوكي، هاي ديبندنسيز مهمه جدا، لانه انا لازم اخلص هاي قبل ما ابدا هاي، لانه هاي بتعتمد على هاي لازم اخلصها. ولو تلاحظوا في شغلات ممكن تنشغل في نفس الوقت، في شغلات ممكن تنشغل نص الوقت. يعني مثلا انا ممكن وانا ماشي هون ابلش شغله ثانيه، مثلا ابلش هاي، اكون ماشي هيك ابلش هاي بالنص المسافه واكمل، مع انها بتعتمدوا على بعض، لانه بامكاني اكمل ابدا شيء، يعني زي كيف اللي بحكي، كيف اللي ما نحكي لكم بامكانك تخلي موظف يشتغل على شيء معين، ومثلا يشتغل شيء معين اللي راح ياخذ 10 ايام، بس باليوم الخامس بكون منجز بعض الشغلات اللي ممكن موظف ثاني يستخدمها. فهدول الاثنين قبل ما هذا يخلص ال10 ايام، الموظف الثاني بامكانه يبدا، وهاي بتكون اعتماديه بالشغلات اللي تم انجازها. بس على الاغلب
اذا شفتوا الاعتماديه بانه واحد يخلص واحد يبدا، واحد يخلص واحد يبدا، ما في اي مشكله فيه. وطبعا الاسود عباره عن فيز كامل، هدول كلهم بيبداوا بهذا التاريخ وبينتهوا بهذا التاريخ. لاحظوا فيز كامل، هاي الاسود عباره عن فيز بي اتش اي اس اي كامل. اوكي، هاي تنعمل في برنامج اسمه جانت شارت، جانت شارت جي اي ان تي تي شارت، هاي اللي بسموها جانت شارت، وهي لابد من وجودها في اي مشروع بينعمل، في اي مشروع بينعمل لابد من وجود هاي الجانت شارت. Project timeline shows the phases اللي هي السوداء of the project and all activities اللي هي الرمادية. A meeting held at the beginning of the project so that stakeholders can meet each other, review the goals and project and discuss future plans. كل شيء بده ينعمل بده ينحط في ما يسمى بالتايم لاين بالجانت شارت، وهاي الجانت شارت تنعمل في برنامج اسمه مايكروسوفت بروجكت، مايكروسوفت بروجكت، وهذا المعتمد الرئيسي في الشركات لانهم يعملوا الجانت شارت عليه، مايكروسوفت بروجكت كبرنامج. لو قدرت تحصل نسخة عنه إن شاء الله برفع لكم إياه، بس لو ما قدرت للأسف. المهم إنه بصراحة من الشغلات المهمة إنه كبروجكت مانجرز تقدروا تتعلموا أو تعرفوا تستخدموا المايكروسوفت بروجكت، بس هذا هو المستخدم بإني أعمل التايم لاين، تايم لاين الفترة الزمنية اللي بدي أمشي فيها المشروع بمراحلها. مشروع كله بيبدأ هكذا وبيخلص كذا، وبالمراحل جوا المشروع في عندي أكثر من فيز، وكل فيز فيها أكثر من أكتيفيتيز. Okay. زي ما احنا شايفين بشكل سريع جدا إنه الاكسكيورينج هاي في عندي فيز كبيرة كاملة، اكسكيورينج اللي هو التطبيق، في عندي شغل تو أكتيفيتيز هون، بعدين في أنذر فيز، هاي الفيز إني أخلص هدول. أوكي، خلص هدول، هاي الفيز الصغيرة خلص هدول. ففي عندي فيزز، جوا الفيزز في اكتيفيتيز. لاحظوا عندي هون البلاننج فيز مش موجود تحت اي شيء، لانها مش ضاغطين عليها انكم تشوفوا شو اللي تحت البلاننج او تشوفوا شو اللي تحت الانيشيتنج فيز. اوكي، بس هاي بصوره عباره من الكتاب طبعا، بس عباره عن بس توريكم انه في شيء اسمه جان تشارت، وهي التي اللي هي اللي احنا بنستخدمها في ان احنا نوضح التايم لاين للمسار المشروع بالاكتيفيتيز بالفيزز المراحل اللي بنمشي فيها. وهيك بنكون خلصنا الشابتر الثالث. اوكي، الشابتر الثالث بس بشكل سريع جدا، الشابتر الثالث بيحكي عن ما قبل تخطيط المشروع. كما قبل التخطيط للمشروع باني اوري اني اكون واضح انه هاي الشغلات اللي بدي اعملها، اول شيء بكون عارف الكاستمر، بوري حتى الكاستمر هاي الخطوات اللي بمشي فيها، ولازم تكون عندي تشارتر موجوده. اوكي، ولازم يكون عندي الكيك اوف ميتنج موجود، ولازم يكون عندي التايم لاين موجود. هدول كلهم بكون بالنسبه للكاستمر انا بعرف شو بدي اشتغل، وهاي الميزانيه وهذا التوقيت، هل احنا متفقين على هيك؟ الشارتر بتتوقع كيك اوف ميتنج، اول ميتنج بنعمل بتوقع عليه بان احنا خلاص نبدا شغل بالمشروع. اوكي، فهي كل الشابتر الثالث فعلا ما قبل التخطيط، ما قبل جمع البيانات، ما قبل اني احكي للمبرمجين واللي بيشتغلوا في الداتابيس واللي بيشتغل في الشبكه النتورك، من قبل ما احكي لهم ابدأوا شغل، لازم هاي الأمور تكون كلها منجزة معمولة قبل ما أبدأ. هيك خلصنا الشابتر الثالث، الله يعطيكم ألف عافية، نراكم إن شاء الله في الفيديو اللي بعده الشابتر الرابع، الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.